اليوم نحن حبينا نكرم المرأة المغربية خاصة مدام رشيدة شريكتي انه ينعمل صالون عصري ويكون فيه كل مستلزمات المرأة اللي هي بحاجة لها، وهي الأهم ما يمكن هو النظافة، وكذلك الأمر يكون في الماشين الجديدة اللي تستاهل المرأة تعتني بجمالها بطريقة صحيحة. كرمال هيك نحن اليوم عملنا أوبنينج لبيوتي سنتر ديالنا وعزمنا جميع النساء كرمال نعطيهم هدية لأول مرة بخصوص الافتتاح المركز، لنقدر نبين لهم الفرق لما نعتني نحن بالمرأة بطريقة صحيحة كيف تكون وكيف تصير. الصالون الكوافير نحن فتحناه يكون أكثر ما هو نحن نعمل الشعر أما نعتني نعمل عيني في الجسم، هو يكون الصالون راحة نفسية لكل كليون تحب تجي ترتاح نفسيتها، بيكون من ناحية السيرفيس كت من ناحية العمل من ناحية كل بلاصة ببلاصة المركز تكون إلى مثل شيء خصوصية ديال المرأة. فبنتمنى تكون مدينة الرباط وضواحيها تكون يستاهل هذا المركز لجميع النساء، ومرحبا جميع النساء في المملكة المغربية بشكل عام. النواعم هم أصدقاء ديالي مجد ورشيدة، ومن البداية ديالهم وأنا زبونة ديالهم هنا، وكان حدا بواحد العناية كبيرة جدا بحالي بحال جميع الزبناء اللي كيتواجدوا واللي كيجيوا للصالون سحر النواعم. اللي كيعجبني فيه هو الاحترافية العالية، الاحترافية العالية يعني في الشعر، في الميكاب، في الاستيتيك، والتعامل الجميل والابتسامة لما كتدخلي يعني كتحسي بواحد الأريحية كبيرة، وكتحس بأنك في المنزل ديالك ماشي جاية للصالون أنك تصيبي. ونبغي من المنبر ديالكم نقول جميع الزبناء ديال مدينة الرباط وحتى خارج مدينة الرباط يجيو ويكتشفوا هذا الصالون الجميل، ونقول لهم المزيد من التوفيق والمزيد من النجاح، والله يعطيهم الصحة على العمل ديالهم وعلى الاحترافية ديالهم. وبالمناسبة كنبغي نشكر السلطانة اللي كتواجد دائما معنا في جميع الأحداث سواء ثقافية أو فنية. ألف شكر. بطبيعة الحال كزبونة دائما لسحر نواعم، فأنا كنلقى راحتي بطبيعة الحال في الصالون، واخا كنجيو بمسافات بعيدة ولكن قلبنا عليه عبر الانترنت، وكان ديما قريب للمرأة المغربية، وهذا كيبين على أنه كيبغي المغاربة وكيبغي التقاليد المغربية. فالصالون ديالو كيعبر على الرونق ديال الصناعة التقليدية المغربية وخصوصا المرأة. كنحضر الافتتاح لأكبر صالون ديال لابوتي، في كل معايير الراحة المرأة المغربية، حتى المكان زوين، حتى إمكانية الراحة. كتجي المرأة لهنا بكل ستريس اللي فيها بكل هذا، كتجي كترتاح، يعني داير هاد الصالون بحال تكريم المرأة من بعد الستريس اللي عندها، ريسبونسابيلتي كيلا توت لا جورني، تختار نهار للمرأة وتجي تجلس وتشوف راسها. الأستاذ مجيد عسكر والأخت رشيدة الحباشي اللي داروا واحد المجهود كبير باش يحققوا واحد
سونتر اللي ممكن يعني يكون في القمه. ونتمنوا من الاخوان والاخوات ديالنا في المغرب الحبيب ديالنا كاملين يجيو يشوفوا هاد لو سونتر هذا باش يعرفوا بان الناس ماشي تتعب غير على الفاضي، يعني الناس راه تدير واحد المجهود بالليل وبالنهار باش يعطيو لهذا القطاع، لان هذا القطاع عزيز علينا وخصنا نعطيوه حتى حنا القيمه ديالو المضافه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.